السلام عليكم. شحال من واحد فيكم تيبغي يدخل الويفي للدار وتيحتار اش من ويفي غادي يدخل؟ واش ويفي اورانج ولا ويفي انوي ولا ويفي اتصالات المغرب؟ هنا غادي نشرح ليك وغادي نخليك انت اللي تختار بنفسك، وغادي نتكلموا في هذا الفيديو على سلبيات كل من هاد الشركات وايجابيات ديالهم بالنسبه للويفي. بقاو معنا. والسلام عليكم اصدقائي، وغادي نبداو باول حاجه اللي هي شركه انوي وعروض ديال انوي. بالنسبه للعروض ديال ويفي انوي كما تشوفوا معنا قدامكم، هذا العرض ديال انوي اللي هو الفورفي ديال ويفي 200 درهم. هذا الفورفي ديال 200 درهم كاين اللي صالح له وكاين اللي تيقول لك علاش انا تقيله عندي الكونيكسيون، علاش انا تقيله عندي الكونيكسيون دايره ليا كذا كذا. خويا نقول لك علاش، حيت هذا الفورفي ديال 200 درهم راه اللي يقدر يستافد منه هو شخص واحد او شخصين، ماشي الدار كلها وتخدموا البيسيات. ولاش تيصلح؟ يصلح انك تقدر تكونيكتا منه للدردشه، تفر تسمع اغاني اليوتيوب. اما باش دير دوك تحميلات ديال الافلام وتفرج افلام ودير دوك الالعاب اللي كتاخذ لا كونيكسيون، تاخذ الصبيب ديال الانترنت، هذا ما يمكنش يصلح لك هذا الفورفي. هذا كيصلح غير للناس تاع الدردشه، شي تحميل اللي هو ضعيف ما ياخذش لك بزاف، يعني يصلح لك هذا. او اما الا بغيتي زعما تفرج في الافلام لهم كبار ودير دوك التحميلات وكتخدم بزاف، لا ما غاديش يصلح لك هذا العرض ديال 200 درهم، وانما غادي يصلح لك العرض ديال ايدار ما كيشهروهش بزاف، ولكن عرض راه زوين يصلح لك اي حاجه، الافلام التحميلات الخدمه كل شيء. هو هذا العرض داير ب 349 درهم، 349 درهم، هذا زين حسن من ديال 200 درهم. ديال 200 درهم كنصح به اللي بيخدم راسو او جوج الناس وماشي بالبيسيات وهي بالتليفونات وعادي. الحاجه اللي كتعجبني في شركه انوي هو الا ما عجبكش المنتوج، هذا المنتوج الا شريتيه وما عجبكش يمكن لك تردوا ليهم، سير جربوا حتى الا ما عجبكش. عندها الثقه في النفس هذه الشركه، انا بهذا الشيء باش تعجبني انوي، عندها الثقه في النفس. ما عجبكش البرودوي ديالي رجعوا ليا، شحال اللي غادي نقصوا لك من فلوسك؟ هي واحد 50 درهم ديال ديك رسوم الشراء، صافي. من غير هذا الشيء ما كاين والو. وندوزو اخوتي خواتاتي بالنسبه للويفي اتصالات المغرب ويفي ماروك تيليكوم، حتى هو فيه ايجابيات وفيه سلبيات، وحتى هو كذلك الى دخلتي الويفي ديال 200 درهم اللي كيدخل معاه الفيكس، تيكون معاه ويفي وفيكس وانت كتستقبل، ولكن ما يمكنلكش تتصل، ما عندكش مكالمات، ولكن انت ممكن لك انك هي تستقبل المكالمات اللي كتجيك. هذا الويفي حتى هو اش يخدم به واحد شخص واحد، بعد هذا ديال اتصالات المغرب يخدم به شخص واحد الدردشه ديالو، الواتساب فيسبوك يوتيوب انستغرام، يخدم به واحد يخدم به مزيان، دير اللي بغيتي، ولكن باش يوليو جوج الناس ثلاثه لا ما يخدم ليكش. هذه نصيحة انك اللي بغى يخدم به عائلي ما ديرش ديال 200، دير اما ديال 350 درهم اما ديال 250 درهم. ديال 250 درهم ممكن يخدموا فيه خمسة ديال الناس وتتولي عندك واحد ساعتين وطنية ودولية. اما ديال 350 درهم راه كتكون عندك 10 ديال السوايع، 10 تسويع وطنية و10 تسويع وطنية ودولية، وتكون عندك 12 ميجا والصبيب مرتفع، يعني الصبيب ديال الانترنت كيكون مرتفع. لهذا خوتي خواتاتي انا كنصحكم وكنعاود نصحكم، راه ديال 200 درهم الا كنتي بغيتي تاخذو لشخص واحد راه هو صالح لك، ولكن الا كنتو بغيتي تاخذوه العائله فهو سلبي. ما هو الا سلبي، غتبقاو تفينتا باش نتكونيكتا انا، تفينتا ندير انت. حاجه اخرى اللي هي سلبيه هو ان اتصالات المغرب كيتاثر بواحد الحاجه اللي هي الدار كتشعلو مثلا شي الات، راه داك الويفي كيتاثر، داك تولي ما غيعطيكش داك الانترنيت فقد، يعني تاثر بحال قلتي كيتقاس هذاك السلكيات، وبحال كان ديجي شي موتور دوك العجلات، تا هو كذلك كيعطي تاثير على هذا الانترنيت.
انا تعطي تشويش كيشوش عليه، واي هذاك الابواب اللي كتفتح ديال بحال دوك البيبان اللي كيتفتحوا ديال مرجان اسواق سلام والى اخره، راهي هذاك اثر عليه، تيعطي واحد التاثير واحد التشويش على هاد ويفي اتصالات المغرب. وهو عنده فرق بينه وبين انوي، انوي يمكن لك تسافر به تديه معاك ويفي ديال العائله ديال الدار، ولكن اتصالات المغرب كيبقى في الدار ما يمكن لكش تخرجو لانه سلكي، تيبقى مع تيبقى في الدار ما يمكنلكش تاخده معاك، تيبقى تخدم به في المنزل ديالك. وكما قلت لك العروض اللي هي ساويه الثمن راه هي شي حاجه زوينه، اتصالات المغرب مرتفعه الصبيب 12 ميجا الى 20 ميجا تبارك الله. ومقارنة مع انوي، انوي راه يمكن لك تخرجوا معك تدي معك لانه متنقل وي في ديال العائله تاخذوا معك في مبيتي، فيما هو اتصالات المغرب راه هو كما قلنا فيكس ما كيتحركش. وعافاكم اللي بغى يدخلوا شوفوا واش داك واحد لانطير تيكون حدا الدار، حدا الدار شوفوا واش دايزين منه الخيوطه بزاف، الا كانوا دايزين منه الخيوطه بزاف راه حاول تغير لشيء اخر، يعني تغير لشي حاجه اخرى، لانه ما يخصوش يكونوا كلشي جار من نفس ديك البواط، تتكون واحد البواط حدا باب الدار، الا كان كلشي جار منها راه هذاك راه مشكل عويص، لان غتقدر يدير لك تشويش الكونيكسيون ما غتوصلكش مجهده. المهم كان هذا هو اتصالات المغرب، دابا غادي ننتقلوا الاورنج. ونبداو خوتي خواتاتي مع ويفي اورنج. هاد الويفي كما تشوفوا ها هو قدامكم، تا هما ويفي اورانج هاد الشركة دايرة عروض، عندها ثلاثة ديال العروض بحالها بحال الاخرين. هي عندها العرض ديال 199 199 درهم اللي فيه 8 ميجا، فيه 8 ميجا. وكاين العرض الثاني اللي هو 240 درهم 12 الميجا، زايد على انوي وعلى اتصالات بشرة، نقص على انوي واتصالات بشرة درهم. اما كاين العرض الثالث اللي هو فيه 20 ميجا اللي هو 349 درهم، ولكن الاكثريه ديال الناس راه دايرين العرض الثاني اللي هو 12 ميجا 240 درهم، هذا الاكثريه دايرينه وخدامين به، هو احسن من ديال 199 درهم. 199 درهم كما قلت لكم راه يخدم به شخص واحد ويلقى مشكل، يلقى مشكل. ولكن الحاجه اللي سلبيه في هاد اورانج هو عافاكم قبل ما تفكروا تدخلوا اورانج حاولوا تشوفوا شريو شي بيس اورانج وشوفوا واش غيشد لكم الريزو، الا شد لكم الريزو ممكن تدخلوا اورانج، والا ما شد لكمش الريزو في التليفون ديالكم ما تدخلوش اورانج لانكم غادي توحلوا لان الريزو قليل. هادشي باش فايتها انوي باقي فيها الريزو مجهد، هي الاولى الرائد الاول في الريزو هي انوي، هي اورانج زوينه بزاف وفيها هاد الميجات مجهدين، ولكن راه الريزو كاين مشكل ديالو اللي هو كبير، لهذا لابد تشوفوه هو الاول عاد دخلوه. كاين فيكم اللي باقي غيسحبوا واش هاد العروض ديال 199 240 349 واش اليميتي؟ لا ما بقاتش اليميتي، اليميتي سالات، دابا ولاو الناس جداد غادي عندهم نهار يسالي لهم هذوك الميجات ديالهم صافي تقادت لهم الويفي، لي هي كتسلف يعني كتولي هي كتسلف من عندهم، كتسلف عندهم باش تولي تقضي الشهر وتولي تمشي تخلص هذاك الشيء اللي تسلفتي، زائد هذاك العرض اللي مدخل واش ديال 199 ولا 240 ولا 349. المهم 349 درهم هذاك ما تحتاج انك تسلف لانه كافي. وعندهم واحد الحاجه ايجابيه كيعطوك واحد ساعتين مكالمه وطنيا ودوليا تهضر بها، ولكن هذاك البيس اللي كتكون راه كتخدم هي مع الفيكس، يعني خصك تشري ذاك الفيكس، تشري الفيكس وتولي تستافد من ديك الساعتين ديالك، الا ما كانتش عندك الفيكس ما يمكنلكش تستافد من ديك الساعتين اللي كتعطي اورانج. المهم هادشي اللي كاين في اورانج راه فيها سلاح ذو حدين، ممكن تكون ايجابيه بالنسبه لك ممكن تكون سلبيه بالنسبه لك، كل حاجه فيها ايجابيات وسلبيات، ولكن على حسب انت فين ساكن انت اللي غادي تقدر تختار اش المول اللي غادي تقدر تستافد منه اكثر واللي غادي ينفعك بزاف. شفتوا معنا كل من ايجابيات وسلبيات كل من ويفي اتصالات المغرب وانوي واورانج، دابا الاختيار بقى بين يديكم، ولكن واحد النصيحه بغيت نضيفها لكم بالنسبه للناس اللي ساكنين في السفلي راه تتكون شويه الريزو قليل وتيكون اتصالات المغرب فعال، بالنسبه اللي ساكنين في الطبقه العلوي راه انوي تيكون فعال اكثر من اتصالات المغرب، بالنسبه اللي ساكن في اورانج اورانج دايره خدامه سواء لتحت تكون شويه ناقصه على الفوق وكذلك في الفوق كتكون مجهده.
كل حاجة عندها السلبيات ديالها وعندها الإيجابيات ديالها، كل وجميع الأثمنة راه ذكرناهم. دابا الاختيار بقى بين يديك، اختار الحاجة اللي غادي تكون مناسبة ليك وهي اللي غادي تدخلها. وإلا بغيتي انوي انوي راه غادي يمكن تسافر بيه فين ما بغيتي. إلا بغيتي اتصالات اتصالات راه تيبقى فيكس، هو فيكس ما غاديش ديه معاك. اورانج راه ولا في ولا حاليا يمكن لك تسافر به حتى هو بحال انوي. تحياتي لكم، واختاروا اللي بغيتو واللي هو مناسب لكم. نشوفوا الفيديو الجاي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.